سلام البنات، كنتمنى تكونوا بألف خير. نزولا عند طلب مجموعة ديال البنات، اليوم غادي نبارطاجي معكم العطور اللي عندي اللي كنستعمل. نبارطاجي معكم المجموعة ديالي المتواضعة جدا، وكذلك لي بروم اللي كنعطر بهم الجسم والكريمات. دونك الأغلبية ديال لي برودوي يعني ما تشراوش دقة واحدة، بيان سور كل مرة كناخد حاجة ولا كنتوصل بحاجة، ونقول لكم الرأي ديالي بصراحة شنو هما اللي كيعجبوني بزاف في الفصل الخريف في الفصل الصيف. إذا أول بارفان غادي نهضر عليه واللي هو سورتو متناول الجميع بالنسبة للثمن ديالو، لا كاليتي ديالو، وصراحة زوين بزاف، أنا كيعجبني منذ سنوات كناخدو. هو هاد العطر ديال إبروشي إيفيدونس، كتعجبني هاد لاغام هادي، والصراحة الريحة ديالو مميزة بالنسبة للصيف بالنسبة للربيع. يعني كيعجبني بزاف. انا ما نعرفش ندير لكم لا ديسكريبسيون ديال ان بارفان، مي الصراحة هاد البارفان ديال ايفيدونس ديال ايبروشي احسن واحد كيعجبني عندهم. واي مرة كنلقاه اون بروموسيون ولا كتكون عندي شي بروموسيون كتوصل بها في الدار، كنلقى راسي كنشريه. هادي كانت اون ايديسيون ليميتي هكا مربع، مي نورمالمون الفلاكون القديم هو عندي واحد خاوي اللي كتعرفوه كاملين داير بحال هكا. والصراحه هذا البارفان كيعجبني بزاف، يعني لا بغيتو شي بارفان الثمن ديالو مناسب والكاليتي زوينه كنصحكم به بزاف، لانه ما غاليش والصراحه روعه، كتعجبني الريحه ديالو بزاف، يا غيان ادير. دونك فوالا، هذا كان اول عطر كنصحكم به. العطر اللي كنستعمل دابا في هاد الوقيته هادي كيبدا يبرد الحال في الشتاء في الخريف، كيعجبني هذا ديال اولمبيا باكو غابان. هذا دابا هذا العام الثاني وانا كنستعمله وعجبني بزاف، وغادي نعاود نشريه. كان جاني كادو د عيد ميلاد من طرف الزوج ديالي، والصراحه كتعجبني الريحه ديالو، كتبقى في الحوايج، كتبقى واخا كيتصبنوا كيعطيك واحد البصمه مميزه في الشخصيه ديالك. عرفت كيفاش غنقول لكم؟ بعدا انا كيعجبني بزاف اشاك فوا كندير لايف ولا هادي كيسولوني شي عطر زوين لفصل الشتاء، كيعجبني هذا بزاف الصراحه ونقدر ننصحكم به. سيروا للبارفيومري وشموه وشوفوا واش انا، حيت كاين الناس كان اللي كيعجبهم لي بارفان سوكري، كاين اللي كيعجبهم لي بارفان اللي فيهم الورد. الصراحه هذا انا كيحمقني بزاف، وان شاء الله غادي نعاود ناخذو، علاش لا اون كريم بور لو كور ولا اون بروم، ما عرفتش واش عندهم اون بروم، مي الصراحه زوين وكيبقى بزاف وراجلي كيحمقو. هذا هو المفضل عنده، كيعجبني بزاف. والقرعه شنو نقول لكم؟ زوينه، يعني الباكاجينغ ديال القرعه غزال بزاف، هانتوما كتشوفوا راني كنستعملو بزاف. العطر الاخر عاوتاني اللي كيعجبني هذا ديال نينا ريتشي ليكستاز، كتشوفوا الباكاجين ديالو كي داير، الريحه ديالو مميزه و سكري. اش غنقول لكم؟ نينا ريتشي فايت جربت بامال ديال الروايح ديالهم، كيعجبوني وزويونين و يعني على حسب الاذواق، يعني انا كيعجبوني الروايح ديال نينا ريتشي. دونك هذا ثاني كان ثاني ثاني ريحه. غتلاحظوا بانني الاغلبيه ديال الروايح عندي هنا ديال ايبروشي باسكو الثمن ديالهم مناسب، وفايت جربتهم وعاود شريتهم لانهم كيعجبوني. هذا يعني منذ سنوات ملي كنلقاه بروموسيون كناخذو. هاد القريعه هذه كانت هداتها ليا ما بيل مير مومون دو بونور دو شي من ديال ايبروشي. هذا فلورال ماشي سكري. في الاول كيجيب لكم الله مجهد، ولكن منين كديروه كيعطي واحد الريحه غزاله ديال واحد الورد. ما نقدرش ندير لا ديسكريبسيون ديال الورد، مي الصراحه الا لقيتوه ديال ايبروشي خذوه بعينيكم مغمضين، غزال 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 غزال. دونك هذا كان ديال ايبروشي. كاين عاوتاني هذا ديال ايبروشي كلكو نوت دامور، هذا فاش كان يلا خرج خديته ما عاودتش شريته من موراها لانه باقي عندي. هذا ماشي ديال الصيف، ديال الشتاء، ديال الخريف، ديال هاد الوقيته. حتى هو الريحه ديالو يعني كتشم عن بعد وكيبقى شويه في الحوايج، والريحه ديالو زويونه، ونفس الديكور ديال هاد مومون دو بونور. منين كتشموه المره الاولى كيجيب لكم الله راه زعيق مجهد، ولكن مع الوقت كيبرد وكيعطي واحد الريحه مميزه، كيعجبني بزاف. هذا نشريه بعينيا مغمضين الصراحه، والقريعه ديالو زوينه يعني براتيك و اليغونت. انا كتعجبني، كيعجبني الباكاجين ديال هاد لو بارفان. هذا
كاينه هذا عاوتاني ديال ايف غوشي، هذا كان عطاوه ليا كادو واحد المره صراحه فلاور بارتي. كاينه هذا الاحمر ويمكن كاين الزرق الا ما خفت نكذب. هذا عطر ثاني ديال الصيف، هذا خرجه خفيفه هكا ولا شي حاجه غاديه غير ممكن ديريه يعني ماشي لسواري ولا هذا، لان الريحه ديالو شويه خفيفه وصيفيه يعني ديال الورد، باينه غير السميه ديالو فلاور بارتي. شوفوا الباكاجينغ ديال القريعه، انا كيعجبني الكوليكسيوني لي بارفان على هادشي، كيعجبوني القريعه تحطهم هكا في لاكومود. انا صورت هنا حيت كاين الضوء حسن، مي سينو المره الجايه نحاول نصور لكم فوق لاكومود، كاينه با مال دو برودوي وحاولت نوريكم لي برودوي اللي كنستعمل بزاف. دونك هذا الصيف رائع جدا، خفيف وما غاليش بزاف، كان داير واقيلا شي 9 اورو ولا شي حاجه بحال هكا، انا كنت خديته كانوا عطاوه ليا كادو. ابخي كاينه هذا ديال ايف غوشي كذلك سو اليكسير بيربل، وكاينه واحد اخر ماشي في هذا اللون هذا. هاد سو اليكسير خليته لانني ما عاودتش لقيته في ايف غوشي مؤخرا، كانت عندي لاغام كامله، كان عندي لو جيل دوش والجيل دوش اون بروم واقيلا، ما بقيتش عاقله شنو كان عندي معاه. المهم هذا كان عندي قديم، والصراحه الريحه ديالو غزاله، انا غادي نحاول حيت ما بقاش فيه الصراحه، الريحه فيه زوينه. هذا لا لقيتوه يعني يستاهل الثمن ديالو، وهذا حتى هو يصلح الفصل الشتاء والخريف. كاينه هذا ديال اسكادا تركواز سامر، اسكادا جربت با مال ديال لي بارفان ديالها، هذا كنت خديته الصيف واحد العامين يمكن، وكنستعملو يعني هكا خفيف الصيف يكون عندك شكل الخدمه الاستعمال اليومي، الريحه ديالو زوينه كتعطي الفخي وكتفكرك بالصيف وبالجو ديال البحر، يعني زوين بزاف. شوفوا القريعه كي دايره، الباكاجينغ ديالو كيعجبني بزاف. غادي نرجع لايف غوشي، كاينه هاد لي بارفان لي زو دو تواليت لي معروفين ديال ايف غوشي، كيكونوا ا ديفيرون سونتور، كيكونوا ديال لافاني، ديال بزاف ديال لي سونتور. انا كيعجبني النوا دو كوكو بزاف، هذا كنت خديت لا غام كامله، خديت لو صابون، خديت لو جيل دوش وين كريم بور لو كور، والصراحه زوين هذا هكا الاستعمال اليومي. لا تبغيو تقتصدوا عندكم شي ريحه زوينه كتعجبكم، وخصوصا هادو الصيف كترشيه كتحسي بلا فريشور، الروائح ديالهم ما تيبقاوش بزاف. هاد لي زو دو تواليت لي سي با نو دو بارفان ما كيكونش مجهد، ولكن كتكون واحد لا فريشور، كتحسي براسك منتعش النهار كامل، والريحه ديالهم زوينه يعني كت زوينه فابور دو لا جوا. وانا ديال ايبروشي ديما كناخذهم ملي كيكونوا بروموسيون، دابا هذا هو الوحيد اللي عندي، مي صراحه اي سون با مال. كاينه عاوتاني هاد لي زو دو تواليت ديال غوجي غالي، هاد الماركه هادي واعره بزاف البنات، كنصحكم بها. لا في لي صابون ديالهم، لي كريم دو مان ديالهم كيحمقوني، كريم بور لو كور خلاص عندي هذا ديال الكرموس يمكن، ديال الفيك فلور دو فيغي، الصراحه واحد الريحه فيها البنات ما تتخيلوش كي داير، كديريه كتبقى كتلصق لك في البيجامه ديالك مور الدوش ولا هذا، بيان سور ملي كديري الكريم ولا البروم الريحه كتبقى ديالهم بزاف وكتح منتعشه، ما عرفت كيفاش غنشرح لكم. عندي هذا ديال الليمون و ما عرفتش واش مكتوب هنايا، مي هذا سي اباز دورونج، والريحه زوينه. هذا استعملته هذا الصيف واخا ماشي بزاف، ولكن انتعاش طوب ديال هاد الماركه ديال غوجي غالي. وهذا مؤخرا ديال نيغولي كان خرج، سي ان نود كولوني، هذا شويه ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، شويه يصلح للعيالات الكبار شويه هكا حيت فيه لود كولوني، انا ما عنديش بزاف مع لود كولوني، مي الصراحه با مال في الاول كيكون مجهد شويه كيبرد كتعجبك الريحه ديالو، مي سي تري رافريشيسون. هادشي باش كيعجبوني لي برودوي ديال غوجي غالي، بحال اللي ما دايره والو والريحه راه هنا وكتحسي بانتعاش. اما الكريم كي قلت لكم الا لقيتوا هاد لا مارك هادي في المغرب ولا في بلاصه اخرى، الصراحه في الاسباني عندهم هاد الماركه هادي، البرودوي ديالهم روعه. دابا نوريكم الكوليكسيون اللي عندي ديال البرودوي ديالهم، عندي لي كريم اما، عندي الصابون ديالهم، عندي عندي واحد البرودوي ديال الكالكير ديال الوجه، صراحه توب توب توب، يا ريان ادير، واخا الاثمنه ديالهم شويه زايدين، ولكن الصراحه يستاهلوا لانهم سو سون دي برودوي اللي زوينين بزاف. ابخي عندي هاد لو بارفان لا بوتيت روب نوار ديال غيرلان، كيبان لكم راه بقى فيها غير شويه، كيعجبني الباكاجين ديالها، سمحوا لي كيجيب لي الله، راني كان
كنتمنى انني نكون صورت كل شيء وما كنتش كنهز يدي الفوق بزاف. الباكاجين ديالها كيحمقني والريحه غزاله مميزه. هذه جوج مرات وانا كناخذها كتعجبني. ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم هكا بوغ لي سواري بوغ لي، وكتبقى الريحه ديالك يعني الا درتيها، راه ديك السيده اللي كدير ديك الريحه راه دازت من هنا، ولا كنتي فشي بلاصه ولا في الخدمه ولا هذيك يعرفوك اوتوماتيكمون انت اللي كنتي في ديك البلاصه. ما عرفتش كيفاش نشرح لكم الريحه ديالها الصراحه غزاله. الا لقيتوا الفرصه كيفاش باش تمشيو لشي بارفيومري ولا هذا وتشموا الريحه ديالها زوينه، لا بيتيت روب نوار ديال غيرلان. دونك ابخي غادي نهضر على لي بروم، لان البنات بزاف كيسولوني على لي بروم ديال فيكتوريا سيكريتس. انا عندي ثلاثه الصراحه وما عاودتش شريت منهم، كانت واحد البروموسيون واحد السيت. الا بغيتو نبقى نهضر لكم على لي سيت اللي كنتقدم منهم حتى هما وكيكونوا فيهم الاثمنه زويونين. هادو كانوا بروموسيون، خديت ثلاثه قلت غادي نجربهم. الريحه زوينه، المفضل عندي هو هذا لوف اديكت، الريحه ديالو واعره بزاف ملي كدوشي وهذا كديريه لوكور ديالك كتبقى الريحه شويه في البيجاما يعني كيبقى واحد المده. غير اللي بغيت نقول لكم البنات راه تقدروا تعوضوهم باي معطر للجسم من ماركه اخرى ماشي بالضروره ديال فيكتوريا سيكريت. علاش؟ لان هادو الثمن ديالهم زايد، وانا فايت ليا جربت ماركه اخرى ملي كنت في المغرب ما عقلتش على الاسم ديالها، يعني بثمن يمكن نص ديال الثمن ديال لي فيكتوريا سيكريت، ولكن نفس الفعاليه حتى هما تيعطيو داك الانتعاش في لوكور، حتى هما كيبقاو شويه يعني مي كيبقاو هادو معروفين والروائح ديالهم مميزين. مي لقيتو شي بروم واحد اخرى، ماشي دوك لي بروم، راه كاينين شي وحدين يعني كيديروا ليميتاسيون مي كيكونوا بحال الماء. هادو شويه كوميم كتشمي ريحه زوينه وكتبقى في البيجاما ديالك. زعما انا كنستعملهم دائما ورا الدوش ملي كنغسل وداك الشيء، كندير اون كريم بوغ لو كور وكندير لا بروم، كن لا بروم كنرشها بلوتو على الكور ديالي اون اونتي. المهم هادي هي ديالي المفضله كما قلت لكم لوف اديكت، وكاينه هادي ديال بور سيدكسيون، وهادي لوف سبيل. كل وحده وش ديالها الريحه ديالها، ان شاء الله الا خديت وحدين اخرين ولا ماركه اخرى نوريها لكم. وعندي لا كريم الا غتلاحظوا كنستعملها بزاف، بقى لي فيها غير شويه، لا كريم ديال فيكتوريا نيت بور سيدكسيون اللي كيمشي مع هاد لا بروم هادي. مي انا كنستعملو ورا كاع نيمبورط كيل بروم مرطب، كيعطي ريحه سورتو هذا الريحه ليدغاتاسيون بامال، ولكن الريحه كيعطي ريحه غزاله في الكور يعني كتعودي على ديك الريحه كتبغي تعاودي تستعمليه. هذا الوحيد اللي جربته عندهم كريم بوغ لو كور، يمكن نعاود ناخذ واحد اخر حيت كتعجبني لا تيكستور ديالو، ما كيبقاش الفيلم لاصق لك في ال دغيا كيدخل للبشره. والصراحه زوينه هاد الكريمه من عندهم غزاله بزاف، هي اللي كنستعمل دابا بزاف. كاين عاوتاني الزيوت اللي كت بارفومي لو كور او ميم طون كتعطي ليدغاتاسيون، بحال هاد الويل ديال لا شوني، هاد لا مارك هادي الريحه فيه غزاله يعني. وليت كنستعملو مؤخرا خصوصا الناس اللي عندهم البشره جافه يستعملوا معطرات على شكل زيوت. هذا سي اون ويل لوميير 3 اون 1 بور لو فيزاج لو كور اي لي شيفو. انا كنستعملو غير الداس ديالي، ما عمرني درتو لشعري ولا هذا، ولكن الريحه ديالو واعره يعني. الشعر عندي اون اوتر بروم كنديرها لشعري، مي هذا الصراحه حتى هو اللي درتو للشعر. البنات كيسولوا ديما كالبنات كنشموا فيهم ريحه زوينه، وهذا راه من غير العنايه والنظافه اليوميه، كاين المعطرات كاين الريحه اللي كتدخل في الشخصيه ديالك اللي كتختاري النوع ديال الريحه اللي كتناسبك. يمكن انا كتعجبني هذه الريحه انت ما تعجبكش، كل واحد وذوقه والاختيارات ديالو في الروائح، هادشي كاع ما كيتناقش. ولكن اهم حاجه هي العنايه والنظافه اليوميه، عاد كيجيو هاد الروائح باش كتكون عندك انت الشخصيه ديالك اللي كت كتغوفليتي الاخرين. ما عرفتش واش وصلت لكم الفكره ولا لا، كنهضر بالزربه جاب لي الله. المهم كاينه هذا كيعجبني، كاينه هذا انا كنستعمله الصراحه بزاف لشعري، لي زيسونسييل ان سوان، فيه سبعه ديال الزيوت، هو الشعر والذات والوجه. انا كنديرو لشعري، فيه الريحه شويه مجهده مي انا كنديرو وكنغسل شعري من موراه يعني بحال الباندويل من غير نواد ديال زيت الكوك، كيعجبني نديرو مره مره. المهم هادو كنظن ما نسيت حتى شي حاجه. كاينه اون كريم بوغ لو كور اللي وليت كنستعمل مؤخرا ديال ايلو بودي، نحاول نوريكم هاد الماركه. هادي معروفه في انستغرام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
البرودوي ديالهم تقريبا لي 100% بيو والريحه يا سلام كيديروا لي برودوي من القهوه ومن نواه الكوكو. هاد الكريم هذا كتشوفوه كومباكت صراحه غزال كي ايدغاتي سوبر بيان. انا عاد وليت كنستعمله مؤخرا والريحه دايره بحال دانون ديال الكوك. الى عمركم كليتو دانون ديال الكوك ملي كتحلوا هاد لابواط وكتبداو تدهنوا فيها روعه الصراحه. غير الريحه ما كتسخيش تاكليه. والماركه زوينه بزاف كتعجبني. فايت جربت عندهم ماسك ديال الشعر والصراحه غزال ديال الشعر وخا الثمن ديالو شويه غالي، مي عجبتني عجبوني بزاف لي برودوي ديالهم. علاش لا نعاود نشريهم خصوصا الماسك ديال الشعر. دونك فوالا كنتمنى ان هذا الفيديو تكون عجباتكم. بارطاجيت معكم العطور ديالي بهدف انكم تاخذوا فكره شنو هما الروائح اللي كيعجبوني اللي تقدروا تاخذوا ربما يعجبكم حتى نتوما ربما لا. الا عندكم نفس الروائح وكاين شي ريحه كتعجبكم اكثر من الاخرى خليوها ليا في الكومونتير. عندكم شي اقتراحات مرحبا. الا كانت اول مره هذه كتشوفوا لا فيديو ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا ليا لايك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ان شاء الله. شكرا بسلامه والى الفيديو القادم ان شاء الله.